أنتم تشاهدون الآرامية. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في مناظرة دينية من البث المباشر على الهواء من استوديو الفضائية الأرامية. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا في هذه الأمسية. عنواننا لهذه المناظرة: هل محمد نبي من الله؟ هل محمد نبي من الله؟ بالنسبة للمسلمين فإن التساؤل والتحقيق في نبوة محمد هو موضوع غير قابل للجدل. هم يؤمنون ويعتقدون الاعتقاد الراسخ بنبوة محمد ورسالته من الله الذي من خلاله تجلت إعلانات الله الكاملة. وبحسب اعتقادهم فأن الوحي يتسامى ويتعالى حتى على النقد، فإن محمد هو مؤسس الإسلام وهو مشرع تعاليمه، وإن انتقاد الإسلام يعني إلغاء عقيدة المسلمين بنبوة محمد. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، عنوان حلقة اليوم: هل محمد نبي من الله؟ هل محمد نبي من الله؟ أنا القس يوسف حبيبي، يسعدني أن أشرف على هذه المناظرة لهذه الأمسية، كما يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم ضيفي حلقة اليوم. معنا على الهواء الشيخ هشام الحسيني، أمريكي من أصل عراقي، وهو مدير مركز كربلاء الإسلامي وإمام شيعي يخدم وسط جالية عربية غالبيتها من أصول عراقية ولبنانية في مدينة ديربون في ولاية ميشيغان الأمريكية. يعتبر الشيخ هشام الحسيني شخصية فعالة في المجتمع، وله الدور الواضح والأكثر، وله أكثر من 25 سنة في الأمور الاجتماعية خاصة في منطقة ديترويت. وسوف يمثل الشيخ هشام الطرف المسلم في مناظرة هذه الأمسية. ومعنا أيضا على الهواء كريستيان برينس، مؤلف كتاب خدعة الله، وهو مؤسس موقع investigateislam.com. ويهدف هذا الموقع إلى تعليم وفهم طبيعة الإسلام ومقارنة تعليمه بالإنجيل. شارك في العديد من المناظرات في أنحاء الولايات المتحدة، خصوصا في القضايا المتعلقة بالإسلام والمسيحية. وسوف يمثل كريستيان الطرف المسيحي في مناظرة هذه الأمسية. فشكرا لضيفي الكريمين لتلبية الدعوة، وسوف نستمع لكل منكما في الساعة الأولى كما هو معمول به في مناظراتنا، ومن ثم نفتح خطوط الهاتف في الفترتين المقبلتين لتلقي اتصالات المشاهدين وأسئلتهم. رقم هاتفنا كما هو معروف لديكم جميعا 248-416-1300. لنبدأ الآن المناظرة: هل محمد نبي من الله؟ شيخ هشام، معك 7 دقائق لطرح الموضوع، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين، لا سيما خاتمهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه المنتجبين. السلام عليكم جميعا أيها الأخوة الكرام، وأيها القس الكريم يوسف حبيبي وضيفك الكريم. شكرا، شكرا لكم، وشكرا لدعوتكم، وشكرا للآرامية على هذا اللقاء. نسأل الله أن يبارك بهذا اللقاء وينفع الناس به إن شاء الله بما يحب ويرضى، لا سيما ونحن في هذه الأيام ذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قبل يومين كانت في ذكرى وفاة مريم العذراء سلام الله عليها، فسبحان الله بين وفاة مريم وبين وفاة الرسول محمد سوف نرى ماذا يوفقنا الله وما يلهمنا لما فيه الخير والبركة من نوريهما، من نور العذراء والخاتم. نعم، السؤال طبعا في البداية أنا حاولت أطلبت أنه
نغير صيغة السؤال، لأنه هو سؤال هجومي إلى حد ما، أو هو سؤال إلغائي، يعني يلغي رسالة النبي محمد. على كل حال، لا بأس، نحن نحترم آراءكم، ونسأل الله أن يوفقنا للوغول. أعزائي المشاهدين، نأسف لهذا العطل الفني، فسنحاول بعد لحظات أن نتجاذب أطراف الحديث مرة أخرى مع الشيخ هشام الحسيني من مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان الأمريكية. وحديثنا لهذه الأمسية: هل محمد نبي من الله؟ هل محمد نبي من الله؟ وعلى ما أعتقد أن هذا الموضوع موضوع هام بيشغل المسيحيين ويشغل المسلمين، وهناك منظرات كثيرة ودراسات كثيرة حول هذا الموضوع، فأردنا أن نطرحه من جديد عليكم من وجهات نظر أخرى. فأعتقد لو نقدر نأخذ الأخ كريستيان، وبعدين نرجع للشيخ الحسيني بعد أن يتم تصليح العطل الفني على التلفزيون. هل معي الأخ كريستيان؟ سلام المسيح معك. اهلا وسهلا بك يوسف. اهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ نشكر الرب، اتمنى ان يعود الشيخ الحسيني. امين امين. نستمتع بهذه المناظره. طيب انا راح اعطي لك راح اعطي لك 7 دقائق عشان تبدا من الان، تفضل 7 دقائق لتقديم الموضوع. اتمنى ان ننتظر حتى ياتي لكي لا يكون، يعني لانه هو يفترض ان يرد علي، فاذا لم يكن موجود ف أقول يعني سوف نتكلم قليلا حتى يعود. هو قال بأنه كان يتمنى أن يكون السؤال ليس بهذا الشكل. طيب أخ كريشن، وصل الاتصال، وصل إلينا مرة أخرى، فسوري راح أخليه يتكلم هلا، وبعدين حضرتك راح ترد على الكلام تبعه من وجهة نظرك. شكرا أخ كريشن. شيخ هشام معنا؟ نعم إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضل. الله يحفظكم. نعم، لو وضعنا آليات لإثبات نبوة أي نبي، فمثلا من خلال المعجزات، أو من خلال ما جاء به من كلام سماوي ومن كتاب سماوي من عند الله، هاي نقطة ثانية، ومن خلال ما أدت هذه الرسالة من إصلاح في البشرية وسلام ووئام، هذه الثلاثة، ومن خلال ما وفق الرسول به من ربط الأمة بالله تعالى بالخالق من خلال وضع منهج عبادي لهذا الإنسان. فمهمة الرسول بصورة مختصرة هو تحسين العلاقات بين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والخالق، وبين الإنسان والطبيعة. فإذا تابعنا هذه النقاط كلها سنرى بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفق في رسالته ووفق في إصلاح البشرية. لذلك في هذا اليوم نرى، والحمد لله، أن أتباع عيسى بن مريم عليه السلام هم 1.5 مليار، وأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا 1.5 مليار تقريبا. على كل حال، أنا ما أدري إذا يسمح الوقت إلى ذكر بعض إنجازات الرسول محمد من خلال تحريم الوئد، من خلال تحريم العبودية واستعباد الإنسان للإنسان الآخر، من خلال جعل الناس كلهم أخوة وسواسية. على كل حال، ربما في الحديث سوف نتابع ما هو شيخ هشام. شيخ هشام عندك 4 دقائق لسه. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. فإذا يجب أن، لأجل أن نحكم على الرسول إذا كان فعلا هو من عند الله أم لا، هل جاء بنظام عبادي يربط الإنسان بالله الخالق، وهل أوجد نظاما اجتماعيا يتساوى فيه الجميع، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، خير الناس من نفع الناس، الناس كلهم سواسية كأسنان المشط. نعم، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى، هل جاء هذا النظام، لأن الإسلام هو نظام، ورسالة محمد هو نظام، ومحمد جاء لأجل أن ينقذ البشرية بعد أن كانت وكنتم على شفا حفرة من النار، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنقذكم وأنجاكم منها.
فكان البعض يقتل البعض، كان الوئد سائد ودفن البنات الأطفال الأبرياء، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان هنالك الإنسان يستعبد الإنسان، وخصوصا إذا كان متأتي من خلال غزو أو شيء من القبيل. المرأة لم تكن لها قيمة في ما قبل الإسلام في الجاهلية، فجاء الإسلام ووضع نظاما، وإني أشبه هذا النظام بسكيل يعني بالميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، هذا الميزان هو النظام. فالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم هو نظام اجتماعي متكامل لأجل تحسين حالة البشرية في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم إن هذه المعجزة العظيمة الخالدة التي جاء بها القرآن، هذا القرآن الذي لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا القرآن الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحواها. لا نريد أن ندخل في عصر الكمبيوتر والأرقام، ولكن بما جاء به من نظام اجتماعي اقتصادي سياسي، بحيث أن محمد جاء من خلال الإسلام ومن خلال القرآن، فأوجد نظاما اجتماعيا، ثم أوجد نظاما سياسيا، وأوجد نظاما اقتصاديا. لكن لسوء الحظ أن العالم في هذه الأيام متعصب، وكل شيء اسمه إسلام خصوصا العالم الغربي يرفضه لسوء الحظ. لذلك ترى أن البشرية وأن العالم يتخبط، سواء في أوروبا حتى في أمريكا اقتصاديا. على كل حال، وليست ربما آسيا بأحسن حال من أوروبا ومن الغرب. على كل حال، كل اللي أريد أقول هو أنه محمد هو رسول من عند الله، إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالرسول نعم هو نبي، وإذا أردنا أن نقارنه بأي نبي آخر، بموسى عليه السلام، بعيسى عليه السلام، بإبراهيم عليه السلام، فسوف نرى أن الرسول محمد هو مبشر به، بشروا به. هذه في النقاط القادمة سوف نتحدث. إن الدين عند الله الإسلام، هو دين واحد، ولكن كل نبي يبني جزءا منه، كل نبي يبني قطعة من هذا الدين ويتكامل في خاتمهم. لذلك قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين عيسى هو الإسلام، دين موسى هو الإسلام، دين إبراهيم هو الإسلام، هو الذي سماكم مسلمين. أبونا إبراهيم عليه السلام الخليل هو الذي سمان، لأن وكذلك دين محمد هو الإسلام. الإسلام كلمة معناها بالإنجليزي submission، التفويض، التسليم إلى الله البارئ، وهذا هو دين عيسى ودين موسى ودين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأديان هي تبغي إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. شيخ هشام، نعم أستاذ، الوقت انتهى تبعك، شكرا.